أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات برنامج التعليم المفتوح تلت أول مدمج، استكمالا لمحاضرات مكرر القيادة الإدارية الفعالة. الوحدة الثالثة، القيادة التحويلية. أولا، مفهوم القيادة التحويلية هي تلك القيادة التي تحفز العاملين وتدفعهم إلى العمل بشكل أفضل، وذلك لتحقيق أهداف المنظمة وإشباع حاجتهم الذاتية. كما تعمل القيادة التحويلية على تغيير المنظمة والعاملين وصولا إلى مستويات متقدمة من الإنجاز والتميز. ثانيا، وظائف القائد التحويلي: إدراك الحاجة للتغيير، تكوين الرؤية المستقبلية للمنظمة، تحديد أجندة التغيير ومسارات التغيير، الالتزام بتكوين نقلة حضارية للمؤسسة، إدارة الفترة الانتقالية، تنفيذ عملية التغيير والمتابعة والتحسين المستمر. خصائص القائد التحويلي: لديه رؤية مستقبلية محفزة للجميع، لديه القدرة الإلهامية للتأثير في الآخرين، لديه القدرة على قيادة عملية التغيير، يعزز الإبداع والابتكار للعاملين، يهتم بمشاركة العاملين ويمكنهم في صناعة القرارات المختلفة. رابعا، أبعاد القيادة التحويلية: هناك أربعة أبعاد أساسية للقيادة التحويلية، وهي التأثير الكاريزمي والتحفيز الملهم، مراعاة المشاعر الفردية، والاستثارة الفكرية. أما بالنسبة للتأثير الكاريزمي، تعني أن هناك خصائص شخصية خاصة تمنح الفرد قدرات استثنائية في التأثير على الآخرين. التحفيز الملهم: حيث تركز على التصرفات وسلوكيات القائد التي تولد في التابعين حب التحدي وتشجيع روح الفريق والالتزام بالأهداف التنظيمية. مراعاة المشاعر الفردية: وتعني اهتمام القائد بمرؤوسيه وإدراكه لمبدأ الفروق الفردية والتعامل مع كل موظف بطريقة معينة تتناسب معه. أما الاستثارة الفكرية فتعني قدرة القائد على قيادة مرؤوسيه ورغبته في جعلهم يتصدون للمشكلات القديمة بطرق جديدة مبتكرة. خامسا، الفرق بين القائد التحويلي والقائد التقليدي. بالنسبة للوضع الراهن، فنجد أن القائد التقليدي ليس لديه رغبة في تغيير الوضع الراهن، بينما القائد التحويلي يمتلك رغبة قوية في تغيير الوضع الراهن. بالنسبة للقائد التقليدي، فإن الأهداف المستقبلية تشتق من الوضع الراهن، أما القائد التحويلي لديه رؤية مستقبلية لتغيير الوضع الراهن. القائد التقليدي عدم الثقة بالآخرين، بينما القائد التحويلي لديه ثقة بالآخرين وبقدرتهم. القائد التقليدي يعتمد على الخبرة في استخدام الوسائل والأساليب التقليدية، بينما القائد التحويلي يعتمد على الخبرة في استخدام الوسائل والأساليب غير التقليدية.
مصدر القوة بالنسبة للقائد التقليدي هي قوة المكانة الوظيفية، بينما القائد التحويلي مصدر القوة هي قوة الشخصية. الوحدة السابعة، الرضا عن العمل والانتماء التنظيمي. أولا، مفهوم الرضا عن العمل هو مدى السعادة التي تتحقق عن طريق العمل، وبالتالي فهو يشير إلى مجموع المشاعر الوظيفية أو الحالة النفسية التي يشعر بها الفرد نحو العمل. ويستخدم لفظ الروح المعنوية كمرادف للتعبير عن الرضا عن العمل. ثانيا، العلاقة بين الرضا عن العمل ودوافع العمل. يمكن التعبير عن العلاقة بين الرضا عن العمل ودوافع العمل من خلال المصفوفة التالية، والتي تعبر عن وجود أربعة حالات مختلفة يمكن أن يمر بها الموظف داخل المنظمة، وهي العلاقة بين الرضا عن العمل ودوافع العمل. فإما أن يكون لدى الموظف دافع مرتفع للعمل وفي نفس الوقت هو راضي عن العمل، أو قد يكون هناك دافع مرتفع ولكن الموظف غير راضي عن العمل، أو أن يكون الموظف لديه دافع منخفض للعمل وفي نفس الوقت هو راضي عن مكان العمل. أما الحالة الأخيرة، أن يكون لديه دافع منخفض وفي نفس الوقت غير راضي عن العمل. ثالثا، العوامل التي تساعد على تحقيق الرضا عن العمل. هناك أربعة عوامل أساسية لتحقيق الرضا عن العمل. هناك عوامل داخلية أو خاصة بالفرد تتمثل في إشباع حاجات الفرد، مدى اتفاق العمل مع قيم الفرد، الشعور باحترام الذات، أربعة خصائص شخصية الفرد من التفاؤل والمرونة والتوازن النفسي. وهناك عوامل تتعلق بمحتوى العمل وتتمثل في درجة تنوع المهام التي يقوم بها الفرد، درجة الاستقلالية التي يتمتع بها الفرد في أداء وظيفته، فرص النمو والترقية داخل المؤسسة، العلاقات الطيبة مع الزملاء والمرؤوسين داخل مكان العمل. وهناك عوامل خاصة بالأداء وتتضمن ربط الأداء بالمكافآت، إدراك الفرد لأهمية المكافآت وحوافز العمل، إدراك الفرد للعدالة في توزيع عوائد ومكافآت العمل. وهناك عوامل خارجية أو تنظيمية تتمثل في ظروف بيئة العمل، القيادة والإشراف، سياسات المنظمة. رابعا، الآثار التي تترتب على الرضا عن العمل. يترتب عن الرضا عن العمل مجموعة من الآثار الإيجابية للمؤسسات، منها زيادة الإنتاجية، زيادة التعاون في العمل، زيادة رضا العملاء، تحقيق المزايا التنافسية للمنظمة، وكذلك انخفاض الغياب ومعدلات دوران العمل، انخفاض حوادث وإصابات العمل داخل المؤسسة. خامسا، مفهوم الانتماء التنظيمي. الانتماء التنظيمي هو اعتقاد قوي من جانب الفرد لأهداف وقيم المنظمة
ورغبة في بذل أكبر عطاء ممكن لصالح المنظمة التي يعمل فيها الفرد، مع رغبة قوية في الاستمرار في عضوية المنظمة. وبالتالي فإن مفهوم الانتماء التنظيمي يشير إلى اتجاه الفرد نحو المنظمة، ويتضمن العناصر التالية: 1. يتضمن رغبة أو شعور قوي للفرد للبقاء أو الاستمرار في العمل بالمنظمة. يتضمن استعداد تام لبذل جهود قوية لصالح المنظمة، كما يتضمن إيمان كامل بالقيم التي تتبناها المنظمة وقبول تام للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 6. عناصر أو أبعاد الانتماء التنظيمي. هناك 3 أبعاد أساسية للانتماء التنظيمي: الانتماء الوجداني أو العاطفي، الانتماء السلوكي أو المعياري، الانتماء الاستمراري. الانتماء الوجداني أو العاطفي يمثل التطابق بين الفرد والمنظمة، وذلك من خلال قبول قيم وأهداف المنظمة والشعور بالولاء والمسؤولية تجاهها، فهو يمثل توجها إيجابيا أو شعورا تعاطفيا من قبل الموظف نحو المنظمة. أما الانتماء السلوكي أو المعياري فهو يعبر عن الالتزام الأخلاقي تجاه المنظمة. بالنسبة للانتماء الاستمراري، هو الانتماء المبني على الرغبة في الاستمرار في عضوية المنظمة بالرغم من التكاليف التي قد يتحملها الفرد في ذلك، ويتطلب ذلك مقارنة الفرد للمساهمات التي يقدمها للمنظمة في مقابل ما يحصل عليه من مكافآت. الوحدة الرابعة: تمكين العاملين. يقصد بعملية تمكين العاملين المشاركة الفعلية من جانب العاملين في إدارة منظمتهم باتخاذ القرارات وحل المشكلات والتفكير الإبداعي والتصرف في المواقف المختلفة وتحمل المسؤولية والرقابة على النتائج. لتمكين العاملين 4 أبعاد رئيسية، وهي: المعنى، ويعني إدراك الفرد أن العمل الذي يؤدي ذو معنى وقيمة بالنسبة له وللآخرين. البعد الثاني: القدرة، وتعني قدرة الفرد على أداء أنشطة وظيفته بالكفاءة والفعالية المطلوبة. 3. الاختيار، وتعني شعور الفرد بالحرية في اختيار طرق تنفيذ عمله. 4. التأثير، وتعني اعتقاد الفرد بأن له تأثيرا على القرارات التي يتم اتخاذها داخل المنظمة، وخاصة المتعلقة بعمله. 3. مراحل تمكين العاملين. المرحلة الأولى: مشاركة المعلومات، وتتضمن مشاركة معلومات الأداء ومساعدة الأفراد على فهم طبيعة العمل. المرحلة الثانية: خلق المسؤولية، وتتضمن رؤية واضحة وتحديد واضح للأدوار والأهداف وتدريب فعال للعاملين. أما المرحلة الثالثة فهي إعطاء العاملين فرصة لكي يصبحوا جزءا من التنظيم، وتتضمن توفير التدريب للمهارات الجديدة، توفير التدريب لعملية التغيير، توفير المعرفة اللازمة.